بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد. طبعا اليوم معكم في محاضرة جديدة نتكلم فيها عن ال CBC اللي هو Complete Blood Count. طبعا هذا التحليل من التحاليل أو عدة تحليل إيش من عدة تحاليل من التحاليل المهمة طبعا قد بتكون ارتفاع في النسب أو انخفاض في النسب نتيجة على تأثير أو Infections معين. طبعا عندنا تنقسم إلى ثلاث أقسام هذا التحليل اللي هو الار بي سي والواي بي سي والبلاستيدات. طبعا الار بي سي اللي هو ريد بلود سيلز هي خلايا الدم الحمراء. طبعا خلايا الدم الحمراء تكون مسؤولة عن نقل ريد بلود سيلز كاري أوكسجيني ثروت من بودي أوف ذا ريموفل كاربون. طبعا خلايا الدم الحمراء مثل ما تعرفون هي عمرها 120 يوم وتكون مسؤولة عن نقل الأكسجين وطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون عن طريق الدم وإزالته. وإيش من إنه الـ RBC نوعين اللي هي هيموغلوبين والهيماتوريك. هيموغلوبين ينقل أو الأكسجين يحمل البروتينات، وأيضا أدنى الهيماتوريك يوجد في الدم أو بالـ RBC. انخفاض نسبة الـ RBC أو نسبة الهيموغلوبين أو الهيماتوريك تسبب فقر الدم الأنيمي. طبعا فقر الدم من انخفاض او نسبة الهيموغلوبين تسبب الانيميا، بينما في حالة صعود الهيموغلوبين بالدم تسبب بعض من اللزوجات في الدم ما يسمى باللزوجة. هاي النوع الاول او الجزء الاول. الثانية اللي هي وايت بلود سيلز اللي هي YBC كريات الدم البيضاء. طبعا كريات الدم البيضاء هي تكون مسؤولة بصورة وظائف يعني ومن أهم هذه الوظائف هي الدفاعية التي تعمل على حماية الجسم من الأجسام الغريبة. White blood cells help your body efficient الحماية من أي وطبعا عندنا الزيادة بها سبب قد يكون أيضا عندنا أنواعها مثل granular حبيبية ولا حبيبية، لكن في حالة زيادة increase أو النقصان قد تكون دلالة على وجود الإنفكشنز معين أو إنفلمنتيشن آيتس أو كانسر، معناتها وجود لا سمح الله السرطان أو التهابات معينة. البلاستيدات طبعا البلاستيدات هي تكون مسؤولة عن السيطرة على النزيف. بلاستيدات your blood clotting control building تكون سيطرة على النزيف أو حصول الجرح عن طريق عمل التخثر. وأيضا انخفاضها يؤدي إلى عدم تخثر الدم ويعني انخفاض نسبة البلاستيدات. وجود دلالة على وجود خطر معين يعني نقص بالعامل اللي عامل التخثر، ذلك عند جرح المصاب أو المريض لا يتخثر دمه بسرعة من ما يؤدي ذلك للنزيف المستمر والموت. طبعا هنا لدينا مثل ما تلاحظون اهم النسب اللي انا وضعت لكم اياها بجدول اللي تكون النسب الطبيعية. الزيادة abnormal والنقصان هي ايضا دلالة على المرض او infections معين. طبعا البلود اكاونت عندنا الار بي سي والهيموغلوبين والهيموتوريك والوايت بي سي والبلاستيدات كاونت. الار بي سي عندنا بالرجال 4.32 إلى 5.72 مليون سيلز، معناتها أنه عندي 4.32 إلى 5.72 مليون خلية. وبالنساء عندنا 3.90 إلى 5.03 مليون خلية. هيموغلوبين عندنا بالرجال 135 إلى 175 جرام بالجرام لتر. عندنا بالنساء 120 جرام 120 إلى 155 جرام باللتر. هيموتوريك عندنا 38.8 إلى 50 برنسد بالرجال، وبالنساء 34.4 إلى 44.5 برسنت. الواي بي سي من 3500 إلى 10500 خلية اللي هي تكون مسؤولة عن الدفاع. وقلها قلة الـ YBC أو زيادتها دلالة على وجود infection معين
قد يكون التهاب، قد يكون سرطان في معين. أيضا أذن البلاستيدات أكاونت اللي هي 150,000 إلى 450,000 اللي تكون بالجسم، تكون مسؤولة عن عملية التخثر، ونقصها قد يكون نقص في عامل التخثر الذي يصيب. طبعا استخدم تحليل السي بي سي وكمبليت بلاد أكاونت، ليس بصورة يعني ليس تشخيصي بصورة تشخيصية، وإنما يستخدم للكشف عن مرض أو التهاب معين وليس بصورة تشخيصية. ولا يمكن يعني قد يتضمن هذه، قد يكون بعض من التستات زيادة من التستات، قد يكون مثلا يتطلب تشخيص تستات أو إجراء تحاليل تشخيصية مثل نقص الحديد أو نقص الفيتامينات، أمراض القلب، الكانسر، السرطان، مشاكل في العظام أو مشاكل في النخاع أو infections أو التهاب معين. التهابات هذه يكون يعني يكون سي بي سي هو عبارة عن تحليل يكشف لنا عن وجود التهاب عام وليس بصورة تشخيصية أو بموقع معين. هذا ما كان في حضرتنا هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.